السلام عليكم سنة أولى. هنشرح النهاردة أول فيديو في العملي. أول فيديو بعنوان البكتيريال ايدنتيفيكيشن، تمام؟ بس قبل ما ندخل فيه، يعني فانتوا أصلا أول مرة عملوا مايكرو، العملي هيجيلكوا عبارة عن إيه؟ صور بس. الفايل اللي نزل لكم فيه صور هيجيلكم منه مثلا بتاع 10 صور 11 صورة حاجة زي كده. كل صورة بيبقى عليها سؤال أو اتنين، يعني بتسألك مثلا الصورة دي عبارة عن ايه، ويسأل سؤال بقى، يعني مثلا لو هي حاجة مصبوغة بحاجة معينة فيقولك عبارة عن ايه، فاحنا نكتب البكتيريا، اسم البكتيريا مصبوغة بايه، فنكتب اسم الصبغة اللي مصبوغة بيها كده يعني، تمام؟ طيب الفيديو بقى ده محتوي يعني تقريبا 3/4 على الصور اللي في الفايل موجودة هنا، يعني في البكتيريال ايدنتيفيكيشن. الفيديو متقسم 3 أجزاء. الجزء الأول هيكون عبارة عن الصبغات، الجزء الثاني هيكون عبارة عن الميديا اللي هي الوسط النمو بتاع البكتيريا بيختلف ازاي من بكتيريا للتانية، والجزء الثالث هيكون عبارة عن رياكشنات كده، بايوكيميكال رياكشنز يعني البكتيريا بتعملها، تمام؟ نبدأ بقى نشوف نتعرف على البكتيريا ازاي. في حاجة بس، سميرز، كلمة سمير دي يعني عينة، تمام؟ فعندنا العينة دي المفروض اخدها بعد كده اصبغها، صح؟ فالعينات دي في منها ستيند سميرز وفي ان ستيند. الستيند دي ليه ممكن اصبغ عينة وليه ممكن ما اصبغش عينة؟ بصبغ العينة علشان اقدر اتعرف على شكلها او تركيبها، الشيب والمورفولوجي بتاعها، والعينات اللي مش بصبغها عشان اتعرف على الموتيليتي بتاعتها، هل هي بتتحرك ولا لا، ونوع حركتها ايه. بعد كده ندخل على الصبغات بقى. كلمة stains دي في اللي هي الصبغات، يعني في ايه 3 أنواع. اول نوع هو السيمبل، بعد كده differential، وبعد كده special stains. السيمبل stain من اسمها هي صبغة بسيطة عبارة عن صبغة لون واحد بتصبغ المادة اللي قدامي بنفس اللون بتاعها، تمام كده؟ مثال عليها صبغة زرقاء وصبغة فوشيا. الصبغة الزرقاء المثيلين بلو، والصبغة الفوشيا diluted carbol fuchsin. بعد كده differential، كلمة differential معناها اللي هي متغير أو متغيرة، يعني دي يعني هي نفس الصبغة ولكن بتصبغ على كل حاجة تديني لون معين، تمام؟ على حسب الحاجة اللي قدامي، فعشان كده هي differential. هي مش صبغة واحدة بسيطة، لا هي مركب من كذا صبغة كده، ومش بتتحط كلها مرة واحدة، لا بيبقى فيه حط وغسل ونحط ونغسل وحاجات كده يعني. ما علينا، بتتغير طبعا اللون من أورجانيزم للتاني. ومثال عليها، أشهر مثال هي الجرام ستين، عشان عندنا في حاجات اسمها جرام بوزيتيف وحاجات اسمها جرام نيجاتيف، مع إنها نفس الصبغة هي بس صبغة دي بلون ودي بلون، تمام؟ بتصبغ ايه؟ بتصبغ فايولت اللي هو البنفسجي، والبينك اللي هو البامبي. البينك اللي هو البامبي ده لون خيبان كده، فهي دي النيجاتيف، جرام نيجاتيف بيبقى لونها بينك، اما البوزيتيف فهو لون اهو صريح، فدي بتبقى البوزيتيف اللي هو الفايولت يعني. طيب بعد كده السبيشال ستينز بقى، دي ستينز مخصصه لنوع معين من الاورجانيزمات بتصبغها بس، تمام؟ عندنا مثلا الزيل نيلسون، دي صبغة بتصبغ التي بي، تمام كده؟ هي زد ان تصبغ تي بي. طب لو انا جبت الزد ان دي وعملت لها موديفيكيشن، يعني عدلت عليها شوية حاجات كده وضفت حاجات وبتاع، بقت اسمها موديفايد زين نيلسون، تصبغ لي ايه؟ ما تصبغش تي بي بقى، لا تصبغ ليبروسي، تمام كده؟ تصبغ ليبروسي. طيب عندنا اللي هي الليشمانستين، دي بتصبغ ايه؟ بتصبغ اليريسينيا، عشان تحفظوها كلمة يير يعني سنة، صح؟ سينيا سنة، يعني تحس انها شبه بعض كده، ييري سينيا، تمام؟ تصبغ ايه؟ ليش منيا، اللي بيسأل ده يبقى الييري سينيا، تمام؟ بعد كده في صبغة اسمها فونتانا ستين، الفونتانا دي افتكروها بالفانتا مثلا، فبيبسي وبتاع، فحد بيلعب رياضة سبورتس، فيبقى ايه؟ سبايرو كيتس، بتتصبغ بالفونتانا، تمام؟ طيب بعد كده في عندنا الدفتيريا، الدفتيريا دي من اللي بيصبغها؟ بيصبغها النسير، نسير دي افتكروها ناصر مثلا، فناصر مع دفتر يعني، تمام؟ فيبقى نسير يبقى دفتيريا. نكمل، ادي اهو اول صورة، دي سيمبل ستين عادي جدا جات لكم، هنقول سيمبل ستين ماشي، ما عليهاش اي اسئلة تانية يعني. ممكن بقى يسأل مثال عليها ايه، مثال على السيمبل ستين، نروح جاي قايلين ايه، يا اما اللي هي الميسيلين بلودي يا اما الفيوشين. دي ايه؟ دي هتكون جرام، لو جات لكم الصورة دي هنروح قايلين، هو على حسب السؤال هنقول ان هي اورجانيزمات عادي مصبوغة بالجرام بالجرام ستين، تمام؟ مين فيهم بوزيتيف ومين فيهم نيجاتيف؟ البوزيتيف اللي هي الفايولت اللي هي على ايدينا الشمال، والنيجاتيف
اللي هي على ايدينا اليمين. طبعا امثله عليهم بقى هيبقى من النظر، يعني ممكن تحفظهم سلة على دي ومسلة على دي. تمام. طيب بعد كده في عندنا السبيشال ستينز اهو، بصوا دي الصوره شكلها عجيب اهو، شكلها ما مش مألوف يعني. فدي تبقى تي بي زل نيلسون ستين. تمام، تي بي مصبوغه بزل نيلسون. اوكي، بعد كده ندخل بعدها على الانستيند سميرز. الحاجات الانستيند دي بتبقى ليه ما عملتش كده؟ عشان اشوف الموتيليتي بتاعتها. صح، الموضوع ده بيتم ازاي؟ في عندنا حاجه اسمها هانجنج دروب ميثود. يعني ايه هانجنج دروب؟ يعني بيحط نقطه قطره كده دروب من الاورجانيزم ده على السلايد اللي هي فوق دي. تمام، ثواني اهو، ادي دي السلايد اهي. السلايد دي اساسا كانت محطوطه كده، راح جايين حاطين بتاع اللي هي القطر الحاجه دي، وراح حاطين هنا نقطه كده. تمام، وبعد كده راحوا جايبين دي اللي هي فيها كونكافيتي دي، وراحوا جايين قلبينها هنا كده، غطوها بيها يعني. تمام، الكور دي حاجات بتلزق السلايدين ببعض، المفروض انها تبقى هنا وهنا. وبعد كده بيروحوا جايبين دي بقى، يروحوا قلبينها تبقى بالشكل ده، عشان يشوفوا هل الدروب دي هتنزل لتحت ولا لا. تمام، عشان لما تيجي تنزل يبقى كده البتاع دي بتتحرك، وبيقعد بقى يتفرج بقى بتتحرك بانهي طريقه وكده، فيعرف الاورجانيزم ده ايه بالظبط. تمام كده، بعد كده ندخل كده الجزء الاول خلص اللي هو بتاع الستينز. ندخل بقى على الجزء الثاني اللي هو الميديات، اللي هو بقى ايه الوسط اللي ممكن جزء محتاج حفظ شويه، فنركز يعني. طيب، في عندنا نوعين من الميديات. في عندنا حاجه اسمها ترانسبورت ميديا وحاجه اسمها كالتشر ميديا. كلمه ترانسبورت يعني نقل، صح؟ فدي وسط للنمو انا بعمله عشان اعين فيه البكتيريا لو انا هنقلها من مكان لمكان. يعني مثلا في عينه هنقلها من القاهره لبنها مثلا، فمش هتتنقل كده على سلايد كده، لا اكيد شكلها مش نافع، فبتتحط بشكل معين، تتعمل لها ميديا معينه عشان دي مخصصه للترانسبورت. تمام، دخلت بقى بنها خلاص، بقت في المعمل اهو، وانا بقى عايزه اخد العينه دي بقى واربيها، فنعمل لها كالتشر ميديا بقى. تمام، ليه بعمل الكالتشر ميديا دي؟ يمكن عشان ادرس الخواص بتاعتها، او عشان امسك العينه دي اكترها فافحصها بعدين، يعني ان انا اعمل عليها اختبارات عشان اشوف هي حساسه للمضادات الحيويه ولا لا، وكمان عشان ممكن اقعد اكبر فيها فتطلع لي البيجمنت بتاعتها والتوكسينز وكده، فاعمل منها تطعيمات. تمام، طيب عندنا الكالتشر دي، كلمة كالتشر ميديا يعني معناها ايه؟ معناها هي ميديا فيها، احنا هنا قلنا ترانسبورت وكالتشر، صح؟ ترانسبورت دي مش شغلتنا، هنتكلم على الكالتشر بقى. الكالتشر دي قال ان هي نيوتريتيف. نيوتريتيف يعني ميديا، وسط مليان الحاجة اللي هي هتغذيها. تمام، والوسط الجاهز علشان تكبر للبكتيريا دي، للجروث بتاعها والامبليفيكيشن، تكبر وتتكاثر. تمام، يبقى هو وسط مناسب لانها تكبر وانها تتكاثر. امثله الكالتشر ميديا امثلتها ايه؟ امثلتها الايه؟ السبعه دول. تمام كده، السبعه دول المفروض ان احنا بنحفظهم كويس جدا، بحيث ايه؟ بحيث ان احنا يعني ممكن تحفظوهم، توقف الفيديو تحفظوهم وبعد كده نكمل، علشان لما هنيجي ناخد مثلا، هناخد السيمبل ميديا هناخد فيها بتاع اربع حاجات. فيا ريت بقى اذا مثلا لما هيجيب لك حاجه مثلا على بروس مثلا او بيبتون او ايا كان، المفروض بقى ان احنا ما يجيبها ممكن يسالك هي نوع الميديا دي ايه، فاحنا نقول سيمبل، طب نوع الميديا وهكذا. فاهمين قصدي؟ فممكن نقراهم سوا كده. يعني مثلا السيمبل دي فيها اربعه، تمام، اربعه ميديا. الاربعه دول، اول واحده بيبتون دي ميه، ماشي، البروس دي هي نفس الميه بس حط فيها حته لحمه، تمام، الجيلاتين هي البروس بس راح حاطط عليها جيلاتين. تمام، وبعد كده النيوترينت اجار هي برضو يعني مركبات زي اللي فاتوا دول، بس بدا ان هو يحط عليها كلمه اجار، دي معناها ماده صلب، يعني ماده هتصلب الكالتشر اللي عندها، هتخليها حاجه جامده. تمام، تبقى نيوترينت اجار اسمها كده. يبقى السيمبل عندي اربعه، ميه، شوربه، حطيت على الشوربه جيلاتين، وبعد كده عملت منهم طبق اللي هو نيوترينت اجار. تمام، جمدته يعني. بعد كده في عندي انريتشد ميديا. انريتشد معناها الاكل فيها بقى كتير جدا، يعني الاكل فيها دي بكتيريا بقى اللي هي البكتيريا الجعانه تتربى في ميديا من دول. تمام، في عندنا باخد بقى نيوترينت اجار ده مثلا، واروح جايه اعمل له موديفيكيشن، اعدل عليه شويه واخليه بلاد، اخليه بلادي يعني، فيبقى اسمه بلاد اجار. البلاد اجار ده ممكن اسخنه فاحرق البلاد اللي فيه يبقى شوكليت، بقى بني يعني، فيبقى شوكليت بلاد اجار. في بقى عندي حاجه تانية اسمها لوفلر سيرم، لوفلر سيرم، وفي عندي دورزت ايج ميديا. دول بيبقوا فيهم بيض وكده.
تمام، بيض فعلا يعني. يبقى الانريتشد فيها بلاد شوكليت لوفلر ودورزيت ايج ميديا، تمام. طيب في بقى سيلكتيف ميديا، سيلكتيف دي بتكون مخصصة لحاجة معينة، تمام. ففي عندي ايه، عندي تلاتة اهم، تلاتة ميديات يعني. ماكونكي، ماكونكي افتكروها بدونكي او مونكي كده يعني، ماكونكي او ماك، ماشي. تي سي بي اس، واللي هو ال ال جي ام هنعرف اختصاره بعدين، ماشي. يبقى ماكونكي تي سي بي اس و ال جي ام. في بقى حاجة اسمها انديكيتور ميديا اللي هي تحتها. كلمة انديكيتور معناها لما انا باجي بكون حاطة فيها مادة، البكتيريا دي انا عارفة ان البكتيريا الفلانية بتطلع حاجة معينة، فانا اروح احط مادة في الميديا بحيث انها تتفاعل مع المادة المعينة اللي البكتيريا هتطلعها، فتديني مثلا لون او تديني ريحة او تديني اي حاجة تدلني ان فعلا يبقى البكتيريا دي هي اللي انا قصدي عليها. فاهمين قصدي؟ يعني انا عندي بكتيريا بتطلع H2S مثلا، وانا حطيت لها حاجة فيها حديد، تمام. فلما طلعت ال H2S اتفاعل مع الحديد طلع لي اللي هو الفيريك سلفايد، باين فيريك سلفايد لونه اسود، فطلعت لي لون اسود. فانا لما اطلع اللون الاسود كده هفهم ان البكتيريا دي طلعت H2S صح، اما لو ما طلعتش يبقى مش دي البكتيريا اللي انا عاوزاها. فاهمين؟ فاسمها انديكيتور. انديكيتور دي يعني دليل، يعني فيها دليل، تمام. الدليل هو نفس الاثنين، هما ثلاثة برضو، اتنين اهم الماكونكي والتي سي بي اس، وكمان البلاد، للبلاد لان البلاد فيه كرات دم صح، ففي بكتيريا بتكسر كرات الدم، فعشان كده دي انديكيتور برضو. يبقى الثلاثة الانديكيتور ماكونكي تي سي بي اس وبلاد اجار. طيب بعد كده الانريتشمنت بقى، الانريتشمنت دول هتحفظوا اساميهم بس كده خلاص، ما عليهمش حتى صور يعني. وبعد كده في الشوجر ميديا دي هنقابلها في البايوكيميكال رياكشن اللي هو الجزء الثالث من الفيديو، فما علينا منهم برضو. وبعد كده في الانيروبيك، الانيروبيك ميديا دي ميديا معموله للبكتيريا اللي مش بتحب الهواء، زي ما الاكسجين يعني، زي ما احنا كنا قايلين في الشرح. زي ايه بقى؟ اللي هو كوكد ميت بروس، احنا قلنا كلمه بروس يعني شوربه محطوط فيها لحمه صح، فهي كوكد ميت بروس يعني لحمه مستويه في شوربه عادي، تمام كده. ندخل بقى على الكلام. طيب السيمبل احنا قلنا ان هم اربع حاجات صح، اول ثلاثة منهم اهو، ادي المية، ادي الشوربة، ادي الجيلاتين. نوعهم كلهم سيمبل او اوردينري. بالنسبة للكومبوننت بتاعتهم عبارة عن ايه؟ المية الاولى دي مية بملح، التانية مية بملح معاها ميت اكستراكت، التالتة هتكون اللي هي البروس الشوربة محطوط عليه جيلاتين، تمام. طيب استيريلايزيشن، كلمة استيريلايزيشن يعني تعقيم، قبل ما اعقمها بحيث ان ما يبقاش فيها مادة تانية او اورجانيزمات تانية فتبوظ لي التفاعلات اللي انا محتاجاها او اللي انا مرتبالها يعني، تمام. في حاجة اسمها اوتوكليف، اوتوكليف ده زي حاجة زي فرن كده بنعقم فيه الحاجات، تمام. فاول اتنين هم بيتعقموا بالاوتوكليف، بس الجيلاتين بيتعقم بحاجة اسمها تندلايزيشن، تندلايزيشن، تمام، احفظوها. طيب انا عايزة البيبتون ووتر دي، ليه البيبتون ووتر دي؟ مية اهي انا بستعملها ان انا احط عليها حاجات فتكوني حاجات تانية يعني. في الاندول تيست، فاكرين الحلقة الاندول كان في الكيمياء العضويه، وبعدين واحنا بناخد البايوكيميكال رياكشن في اخر جزء هتفهموها يعني. فالاندول تيست ده عشان يكون لي الاندول رينج لازم يكون فيه بيبتون ووتر بشتغل عليها، تمام. والالكالاين بيبتون نفس الحوار برضو، هي حاجه برضو عشان نعمل الحوار ده نبني بيها حاجه يعني. طيب بالنسبه للشوربه دي انا استعملتها ايه؟ استعملتها ان انا احط عليها لو انا عايزه اعمل شوجر ميديا زي بتاعه اللاكتوز او الجلوكوز او الحاجات دي اللي هم دول رقم 6، لو عايز اعمل شوجر ميديا بحطها في شوربه، لو انا عايز اعمل الجيلاتين استخدمت الشوربه، لو انا عايز اعمل بلاد كلتشر استخدمت الشوربه برضو، تمام. طيب هنا كده في الجيلاتين عرفت ان هي نوعها اوردينري، الجيلاتين عرفت بتتكون من ايه وعرفت بتتعقم بايه. بعد كده الاستخدامات بتاعتها ايه؟ الجيلاتين دي حاجه ماسكه صح، فطبعا يعني زي شمع كده مثلا، فانا لو حطيت حاجه وبدات لقيت الشمع ده عمال بيدوب، الجيلاتين ده يعني عمال بيدوب، فانا كده هعرف ان البكتيريا دي ستاف، تمام. ليه بقى؟ لان الستاف بتطلع بروتوليتيك انزيمز، بروتوليتيك انزيمز يعني انزيمات مذيبه، فهي هتدوب الجيلاتين، تمام. اللي بعدها رابع حاجه في السيمبل هما النيوترينت، هو النيوترينت اجار. نيوترينت اجار عباره عن الشوربه معاها سوليديفاينج ايجنت اللي هو الماده اللي هتصلبها.
الأجار ده جبته منين؟ المادة اللي هتصلبها دي جبتها من السيويد، السيويد دي اللي هو خضار البحر يعني، حاجات من البحر كده، استخلصتها وظبطتها، طلعت منها مادة حطيتها على الشوربة نشفتها. بس طبعا بحطها بقى، أنا بحطها على المادة اهو، وأقعد أسخن لحد درجة حرارة 100، تمام؟ وبعد كده تفضل المادة دي، المادة بقى خلاص الكالتشر اللي عندي دي تبدأ تفضل زي ما هي سائلة لحد درجة حرارة، لحد ما درجة حرارتها تنزل 45، من 100 ل 45 تفضل سائلة. نزلت عن 45 بتجمد بقى، تمام؟ طبعا النيوترينت أجار أنا بستخدمه في ايه؟ بستخدمه برايمري كالتشر، يعني ان هو يبقى عارفين مثلا اللي هو ايه، كأن حد هينقل في بيت، بس عايش في بيت مؤقت عشان بعد على ما ينقل يعني. فالنيوترينت أجار برايمري كالتشر يعني حاجة بدائية كده. حاجة تانية اللي هي البريزرفيتيف، يعني لو أنا عاوزة أعين حاجة أحفظها في المعمل أو كده، بعد نحفظها في نيوترينت أجار، تمام. وبعد كده تالت حاجة إنها بيز ميديا. بيز ميديا يعني أنا بستخدمها إن أنا أبني عليها حاجات، فتكون لي ميديات بقى معقدة وكده، البكتيريا التانية، ماشي. طيب النيوترينت أجار بشوف عليه حاجتين، بشوف عليه أول حاجة بيجمنت، تاني حاجة بشوف عليه الموتيليتي. يبقى النيوترينت أجار فايدته عندي إيه؟ إن أنا بشوف عليه بيجمنت يعني صبغات، وأنا حاطة عليه البكتيريا، لو عليها صبغات هتطلع لي على النيوترينت أجار، هتبقى باينة لو بتتحرك الحركة بتاعتها هتبان برضو على النيوترينت أجار. سامعين صوت الكلاب؟ نكمل. يبقى أنا كده عرفت إن أنا هشوف على النيوترينت أجار حاجتين، صح؟ بيجمنت وموتيليتي. هنا كده لو جات لنا الصورة اللي على الشمال دي، اللي هي الطبق اللي هو شايفينه فاضي خالص، يبقى دي ايه؟ دي نقول نيوترينت اجار. ممكن يسألني يقول لي مثلا نوعه ايه، هقول ان هو سيمبل ميديا، بيتكون من ايه، هبعرف ان هو شوربة معاها مادة مصلبة، صح؟ بتصلبه يعني. استخداماته ايه؟ بيستخدم ثلاث حاجات، صح؟ طيب بشوف عليه ايه؟ بشوف عليه حاجتين، بشوف عليه يا اما الحركة، يا اما بشوف عليه البيجمنت اللي هي الصبغات يعني. الصوره بقى اللي على اليمين دي بتوريني الموتيليتي. الصوره دي شبه ايه كده؟ عارفين لو رمينا طوبه في الميه مش بتحصل تموجات كده؟ فالكلمه التموجات اللي بتحصل في الميه دي اسمها سوارمينج، تمام. في بكتيريا اسمها بروتياس، البكتيريا دي هي يعني الحركه بتاعتها بتبقى في شكل سوارمينج كده. يبقى السوارمينج اوف البروتياس على النيوترينت اجار، يعني دي الحركه اللي بتبان لي يعني، تمام. دي السلايد الوحيده اللي على الموتيليتي. بعد كده البيجمنت، البيجمنت في سلايدين على البيجمنت اهو. في اندو بيجمنت زي ما احنا عارفين، وفي اكزو بيجمنت بالعقل زي ما احنا شرحنا برضه في النظري. كانت الاندو بيجمنت بتبقى ملونه البكتيريا نفسها جوه البكتيريا يعني، عشان كده مش موسخه الطبق اللي حواليها. فدي اندو بيجمنت كنا قلنا مثال عليها كانت ستاف، تمام. هنا اليمة التانية كانت الزودوموناس اكزو بيجمنت مثال عليها، وبص موسخه الطبق حواليها ازاي، يبقى البيجمنت خرجت للطبق بره، تمام. يبقى اكزو بيجمنت اوف زودوموناس على نيوترينت اجار، دي اندو بيجمنت للستاف على نيوترينت اجار. ان جت للصوره دي هقول كده، ان جت للصوره دي هقول كده، تمام. طيب نكمل، خلوا الصوره دي دلوقتي. تاني حاجه من الميديا اللي كانت عندنا هي الانليتشد ميديا، وقلنا الانليتشد ميديا يعني فيها حاجه مغذية جدا، يعني ليها قيمة غذائية عالية بالنسبة للبكتيريا. وقلنا ان هما برضو اربعة، قلنا بلاد اجار وتشوكلت لو سخنته، ولوفلرز ودرزة ايج ميديا. طيب اول حاجة البلاد اجار. الاجار ده طبعا لما باجي احط بلاد مش عارف ايه كده بسخنها عند درجة 55، ماشي. ما علينا، ما اعتقدش الارقام دي حفظ عليكم يعني. البلاد ده طبعا اسيبتك بلاد يعني نظيف يعني، يعني ما فيهوش اي حاجه ملوثه ليه، تمام. فطبعا لو جاب لي صوره زي دي طبق احمر قوي كده هقول ده ايه، ده بلاد اجار. نوع الميديا ايه؟ انريتشد ميديا، تمام. طيب احنا واحنا بنقول الانريتش، واحنا قلنا واحنا بنقول الصفحه اللي هي اللي في الاول خالص اللي هي دي، قلنا تحت كده في حاجه اسمها انديكيتور، صح؟ انديكيتور يعني ايه؟ انديكيتور يعني فيها دليل بيدلني على حاجه، يعني في حاجه بتتغير، في حاجه بتحصل. ففي قلنا ثلاثه هم المكونكي والتي سي بي اس، ومعاهم البلاد اجار كان من الانديكيتور، صح؟ ليه؟ قلنا لان في ار بي سيز وفي بكتيريا بتكسر الار بي سيز، فعلى حسب شكل التكسير هقدر ان انا اعرف البكتيريا، يبقى ده الدليل عندي هو التكسير. كلمه تكسير الار بي سيز اسمها هيموليسيز، تمام. فقال لك انواع الهيموليسيز على البلاد اجار هتختلف على حسب البكتيريا. في عندي حاجه اسمها بيتا هيموليسيز، بيتا، وفي عندي الفا، وفي عندي جاما، تمام. طبعا دي مترتبه من الكبير للصغير، واحنا بدماغنا
لما بنيجي نرتب بنقول الفا بيتا جاما صح؟ ما بنقولش بيتا الفا. فطبعا لما نيجي نرتبها نقول اللي فيها هيمولسس كتير يبقى الالفا، لا احنا بنبدأ بالبيتا تمام، يعني اللي فيها كومبليت هيمولسيس يعني البكتيريا اتحطت كسرت البلاد اللي قدامها كله تمام، يبقى كومبليت هيمولسيس. الكومبليت يعني ايه؟ بيتا كومبليتا كده ماشي، يبقى بيتا كومبليتا. يبقى بيتا هيمولسيس. المثال اللي عليها اتنين، ستاف وستريبت، ستاف وستريبت. بس الستريبت هنا هنحفظ نوعها ليه؟ لان هناك في الالفا يعني هنبقى فيها ستريبت برضو. يبقى ال ايه اه الستاف هنا ستاف اورس والستريبت بايوجين، ستاف اورس ستريبت بايوجين، بي ستريبت بايوجين تمام، عشان ما نلخبطش من السكريبت التانية. يبقى اورس وستريبت بايوجين الاثنين دول بيتا هيموليسيس، بيعملوا كومبليت هيموليسيس للار بي سيز على البلاد اجار تمام. هيجي لنا الصوره ازاي؟ هيجي لنا مثلا الصوره دي اللي في اللي هي اللي احنا شايفينها دي. الصوره بتبان كده، نروح قايلين بيتا هيموليسيس، هيقول لي قولي مثال، هروح قايله مثال طبعا بيتا هيموليسيس على بلاد اجار. قولي مثال، ممكن اقول مثال، ممكن يسالني مثلا طب نوع ال نوع الايه، نوع الميديا هنا ايه؟ هقول له انريتشد ميديا او انديكيت، يعني انريتشد وانديكيتور هي الاثنين سوا صح. طيب اللي بعد منها هي الالفا تمام، بتبقى بارشال هيموليسيس مش قوي، وبيكون فيها لون اخضر لو لاحظتوا، هي خفيفه شفافه وفيها اخضر حوالين منها تمام. طيب الالفا طبعا المثال بتاعها ايه بقى؟ بصوا عارفين لما حد يكون بيرقص، يعني حد لو عمال بيرقص قوي قوي قوي، فطبعا بعد ما يخلص رقص هيقعد ينهج. فستريبت فيري دانس، فيري دانس يعني كأنه عمال بيرقص بقى قوي تمام، هي حاجات هبلة بس هتحفظكم يعني. النهجان ده بقى يعني ليه علاقة بالنفس بالمونري وكده، فالحاجة اللي بتأذي الرئة اسمها نيومو ماشي، فنيومو كوكاي تمام كده، يبقى نيومو كوكس. اوكي بعد كده الجاما هيموليسيس معناها اللي هو مفيش هيموليسيس اصلا يعني، فنيو هيموليسيس او جاما هيموليسيس اللي هي بقى انتيروكوكس في كالس، انتيروكوكس في كالس، في كالس في كالس تمام. بس كده يبقى دول بتوع البلاد اجار. كمل الشوكليت اجار بقى، الشوكليت اجار هو نفس البلاد اجار بالظبط تمام. بس الفكرة ايه بقى؟ ان هو جاب البلاد اجار بعد ما سخنه عند 55 راح مسخنه تاني عند 100، فبدأ لميون دقيقتين، وبعد كده بدأ يعني هو لو جايبه مثلا في الحاجة اللي بيسخن فيها، وبعد كده بدأ ان هو باورد بقى اللي هو صبه في الطبق ده وكده بقى لونه بني كده. طب هو بني ليه؟ عشان هو محروق تمام. فطبعا ممكن تقولوا طب ما انا ممكن الخبط، لا مش هنلخبط لان ده لونه بني فعلا، اما تاني لونه احمر. يعني في صورة اهي للبلاد والشوكليت اجارز، دي احمر ودي بني، يبقى انهي فيهم الشوكليت اللي على اليمين والبلاد هي اللي على الشمال؟ ان جات لي صورة زي كده او زي كده يعني هبدأ اقول ده اسمه ايه وده اسمه ايه. ان قال لي نوع الميديا مثلا هقولها دي يعني دي متسخنة عند ايه مثلا، دي متسخنة عند 100 تمام. تالت حاجة في الانريتشد ميديا كان لوفلرز سيرم تمام. لوفلرز كلمة لوفلر جاية من كلمة اللي هو لافلر، يعني حاجة حلوة كده غلبان قوي يعني. فبص لونه ابيض يعني ابيض ومسكين كده يعني. عبارة عن ايه؟ هو عبارة هو لما بنيجي نركبه بنحط نسبة 3:1، 3 ايه و1 ايه، بنحط نسبة 3 استرايل سيرم تمام كده. استرايل سيرم، السيرم ده اللي هو السوائل يعني. وبعد كده بنروح جايين حاطين جلوكوز بروس، جلوكوز بروس يعني اللي هو الشوربة دي بس محطوط عليها جلوكوز بقى تمام. طيب طبعا كل حاجة منهم بيحصل لها بيحصل لها انا المفروض ان انا عايزه اعمل تعقيم صح. في قدام في السيمبل احنا كنا بنقول تعقيم اوتوكليف وتندلايزيشن مش عارفه ايه، هنا التعقيم بقى بيختلف. السيرم بنعمل له تعقيم بالايه، فلتر، نحط فلتر وننقي الميه دي، يبقى السيرم تنقيه بتاعته او التعقيم بتاعه بالفلتريشن. طب الشوربه دي بايه بقى؟ بالكاوتش، كاوتش يعني شوربه كاوتش، لحمه زي الكاوتش ماشي. يبقى بروس بالايه، كاوتشز، كاوتشز سمير اوكي. طيب نيجي بقى بعد كده حصل له سوليديفيكيشن، نشفناه يعني، جمدناه بايه بقى؟ جمدناه مش سبناه كده يجمد لوحده، لا بنحطه في حاجه يعني او الطريقه ايا كان ازاي يعني، اسمها انسبسيشن، انسبسيشن تمام. انسبسيشن 80 درجه ساعتين لمده يومين، يعني مرتين، يوم من النهارده نعمل الحركه دي وتاني يوم بعده نعمل الحركه دي. اللوفلرز مين اللي بتكبر عليها؟ هي الدفتيريا.
مش اي حد بقى دفتر، تمام؟ فاكرين الدفتر اللي قدام كان مع اللي هو النسير ناصر، هنا الدفتر هنا برضو مع لوفلر، تمام؟ سهله اهي. يبقى نجاب للوفلر ده هقول ايه؟ هقول اسمه لوفلر ذا سيرم، ممكن يسالني وكل واحده فيهم بتتعقم بايه، ممكن يسالني ايه البكتيريا اللي بتنمو عليه، ماشي؟ بعد كده تالت حاجه هو الدوزيت ايج. الدوزيت ايج معلهوش صور، صح؟ معلهوش صور. برضو بيتكون من 3 لـ1، 3 لـ1 3 بيبقى بيض، بيتن ايج يعني فريش بيتن ايج، يعني جاب بيض فريش وضربه مضروب يعني، ومية حنفية يعني مية وبيض. لونه طبعا هيبقى ايه؟ لونه هيبقى اوبيك يلو زي ما احنا يعني اكيد بيض يعني بلونه ايه، بنعمل له بالانسبسيشن، بالانسبسيشن بنعمل له ستيريلايزيشن يعني تعقيم. بيكبر عليها ايه؟ التي بي. التي بي بيكبر عليها البيض، يعني التي بي تكبر على البيض، تمام؟ دوزة ايج. نكمل نكمل. تالت ميديا عندي هي السلكتيف ميديا. السلكتيف ميديا اللي هم بقى الخمسة دول احنا ايه على طول هنروح داخلين عليهم، ماشي؟ عشان اساميهم مش صعبة اوي يعني، بس ما علينا. ال ال جي ام اللي هي بقى ايه؟ لوفنشتاين، لوف اقولها في، تمام؟ لوفنشتاين جينسن ميديا. لوفنشتاين جينسن ميديا دي دي فيها فاكرين فلوفلر، لوفلر نرجعه كده، لا انا كان قصدي على دوسن ميج، ما علينا. هي فيها بيض يعني، تمام؟ فيها بيض، بس بما انها بقى لوفنشتاين جينسن ميديا كبيره كده فهي بقى حد رايق، تمام؟ لونها حتى حلو قوي، ماشي؟ فلونه على فكره بيقولوا جرين، ماشي؟ اللون بتاعها ده بيتقال لونه ايه؟ جرين، اوكي؟ طبعا منها حد رايق، فجاب بيض، ضرب البيض بيتن ايجز، بس طبعا مسكتش وحط ميه حنفيه زي التاني المعفن ده، لا حط ملح، مينرال سولتس، مينرال سولتس املاح معدنيه يظبط نفسه. وبعد كده حط مالاكايت جرين اللي هو بيدي لها لونه، تمام؟ مالاكايت جرين نشفناه بايه؟ نشفناه بالانسبسيشن، تمام؟ بالانسبسيشن لمده ساعه بيجمد، تمام؟ طيب لونه الكلر اكيد هيبقى جرين بسبب الملاكايت جرين اللي محطوط فيه. ده طبعا بيحصل ايه بقى؟ قال بص الملاكايت جرين ده بيعمل ايه؟ بيموت اي بكتيريا تانية غير التي بي، ماشي؟ فلو انا مثلا انا واخده عينه من مكان فيه تي بي، والمكان ده بيكون فيه بكتيريا طبيعيه في جسمي زي الفلورا مثلا او اللي هي الحاجات اللي زي كده، فاسمها البكتيريا اسمها كومنسال بكتيريا. كومنسال بكتيريا هي بكتيريا طبيعية عايشة في جسمي مش بتأذيني، فتقوم بقى المواد يعني التركيبة دي كلها تموت أي بكتيريا تانية إلا التي بي تكبرها، فعشان كده هي سيلكتيف للتي بي، تختار التي بي وتعيشه، تمام؟ يبقى لوفنشتاين جينسن ميديا لونها ايه؟ لونها اخضر، عبارة عن ايه؟ بيض بملح بملاكايت جرين. بجمدها في ايه؟ بجمدها، تمام؟ بجمدها بالانسبسيشن لمدة ساعة، لونها اخضر، وبتعمل ايزوليشن للتي بي لو السبيسمن العينة اللي عندي محتوية على كومنسال بكتيريا غير التي بي. تاني حاجة بلوت تليورايت اجار. البلوت تليورايت اجار نفس فكرة اللوفنشتاين كده، ان هو برضو بما انها سيلكتيف برضو عادي، فبتختار حاجة هتختار الدفتيريا، تمام كده؟ كلمة دفتر برضو هنستخدمها كتير، اللي بيصبر على المذاكرة يبقى دفتر، صح؟ فكلمة توليرايت كأن ما جاي كلمة توليرانت مثلا كده يعني، ماشي؟ طيب فتليورايت بلاد تليورايت أجار برضو مالهوش صور، فممكن ما علينا عدوها يعني حفظوا المعلومة خلاص. بينهبت الفلورا ولو ويعيش مين؟ يعيش الدفتيريا، تمام؟ ينهبت الفلورا ويعيش البكتيريا. الدفتيريا عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلاد أجار وتحط عليه بوتاسيوم تليورايت. بلاد تليورايت هو بلاد لأنه هو بلاد أجار، تحط عليه بوتاسيوم تليورايت. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة اللي هو صيير مارتن ميديا. صيير مارتن ميديا دي قال ايه بقى؟ ده هو تشوكلت أجار عادي، بس بدأ ان هو يعمل ايه؟ يدلع فيه شوية يعني، تمام؟ يعمله موديفيكيشن، اوكي؟ ايه اتحط عليه بقى الموديفيكيشن ايه اللي اتدلع يعني، ايه الموديفيكيشن اللي اتحطت عليه؟ اتحط عليه سبيشال جروث فاكتورز، يعني مش مجرد شوكليت يعني كان بلاد وخلاص، لا حاطين عليه جروث فاكتورز مخصصه للبكتيريا اللي هتعيش عليه اللي هي تبقى نايسيريا، تمام؟ بصوا في الشوكليت اجار لو سالكوا ايه اللي بيعيش عليه قولوا نايسيريا،
كلمة نايس سيريا، نايس جاي من لطيف يعني، فاللطيف بقى البنات وكده شوكولاتة بقى، تمام؟ يبقى ايه تشوكلت مع النايسيريا، فلما يبقى عندي موديفايد تشوكلت يبقى مين برضه اللي هيعيش عليه؟ هي النايسيريا برضه، تمام؟ طيب بنحط عليه سبيشال جروس فاكتورز، وبنحط عليه 3 انتيبيوتكس. الثلاثة انتيبيوتكس احفظوهم، ممكن يسأل فيها، مش عارفة هيجيبها اصلا، هو ملهاش صورة يعني، بس ما علينا. الفانكومايسين والكوليستين والنستاتين. نستاتين انا اول مرة احفظ الاسامي دي، ماشي ما علينا. ندخل بقى، ده ليه صورة اهو، اللي هو التي سي بي اس. كلمة تي سي بي اس، التي دي اشارة للسايوسالفيت، والسي سيترات، البي بايل، والاس ساكروز، تمام؟ يبقى تي سي بي اس متكون من الاربع حاجات دول. هتلاقوا الطبق اللي عندكم اخضر خالص، تمام؟ كل حاجة منهم دورهم ايه؟ يعني مثلا عندنا البايل ده دوره ان هو يموت اي بكتيريا يعني مش اللي انا محتاجها، تمام؟ يعني هو مثلا هو يشتغل على بكتيريا معينة، تمام؟ فالبكتيريا المعينة اللي هو يشتغل عليها دي البايل هيموت خلافها يعني، تمام؟ بالنسبة للساكروز طبعا ده التست شوجر، لان البكتيريا اللي انا عاوزاها هي اللي هتعمل ايه؟ البكتيريا اللي انا عاوزاها هي اللي هتكسر الشوجر ده. طبعا الشوجر لما بيتكسر فبينتج عنه اسيد، يعني الوسط بيبقى بتاعي حامضي، تمام؟ فاللي عندي في حاجة اسمها انديكيتور، ثواني بص، السايمول بلو، سايمول بلو والبرومو سايمول بلو، الاتنين دول هم لما بيتحطوا في اسيدك ميديا دول من ضمن المركبات بتاعته، تمام؟ دول الانديكيتورز يعني، دول الدليل، ماشي؟ بنحط ايه، سايمول بلو والبرومو سايمول بلو، الاتنين دول لو الاسيدك ميديا بيتحولوا لليلو كولر، تمام كده؟ هو اساسا لونها ايه؟ لونها اخضر. بسبب ايه؟ بسبب البايل، البايل لونه اخضر. طبعا هي جوه منها سكر، ليه ما حاطه سكر؟ لان السكر لما لو البكتيريا كلته هيطلع لي اسيد. طب ليه حطيت سايمول بلو؟ لان السايمول بلو والبرومو سايمول بلو دول بيتحولوا للون الاصفر لو في اسيدك ميديا، تمام؟ بس في دي الفكره، فلو البكتيريا كسرت الجلوكوز او كسرت السكروز فانا كده فاللون اتحول اصفر، كده انا عرفت ان البكتيريا دي سكروز فيرمنتنج، تمام؟ اخر حاجه بقى في السيلكتيف ميديا اللي هو الماكونكي، تمام؟ الماكونكي ده عباره عن ايه؟ جبنا البيبتون ووتر اللي هي الميه اللي في الاول، حطينا فيها سكر بقت ميه بسكر، وحطينا فيه هي دي سيلكتيف صح او انديكيتور، والله الواحد هي سيلكتيف وانديكيتور، هو الاثنين سوا، تمام؟ فطبعا لازم احط فيه انديكيتور، يعني ما دام هي من انديكيتور ميديا يبقى في حاجه بقى ليه، هو النيوترال ريد. يبقى دلوقتي انا بس عايزاكم عشان ما تلخبطوش لما يجي يسالك عن الانديكيتور بتاع الماكونكي، هو النيوترال ريد، اما بتاع التي سي بي اس كان اللي هو الثايمول بلو والبروموثايمول بلو عشان الستريت، يعني الثايمول بلو والبروموثايمول بلو دول لهم علاقه بالستريت، عشان لما هنيجي قدام هنلاقي في حاجه فيها ستريت على طول اروح حاطه اللي هو الايه الثايمول بلو ده. طيب نكمل دي بقى. النيوترال ريد هنا هو الانديكيتور، النيوترال ريد انديكيتور ليه؟ عشان لونه هيتغير للبينك لو في اسيديك ميديا. الاسيديك ميديا بتنتج عن ايه؟ بتنتج عن الفيرمنتيشن اوف الشوجر، الشوجر اللي هنا عندي لاكتوز، يبقى الشوجر بتاع التي سي بي اس كان اس ساكروز، الشوجر بتاع الماكونكي لا لاكتوز، تمام؟ بيتغير اللون البينك في وجود الاسيد، ولو ما فيش اسيد فالكولونيز بتاعت البكتيريا هتكبر ويبقى لونها اصفر يلو، يبقى الكولونيز هيبقى لونها بينك في حاله اللاكتوز فيرمنتنج اللي هي الايكولاي والكليبسيلا. الايكولاي والكليبسيلا قدام هنقولهم سوا دايما فاحفظوهم سوا، ماشي؟ النون لاكتوز فيرمنتنج هيبقى لونها اصفر طبعا، اللي هي السالمونيلا والشيجيلا، سالمونيلا وشيجيلا، تمام؟ طيب بعد كده في عندنا هي ال اوكي في ايه اللي هي روبرتسون كوكد ميت، دي طبعا تبع ميديا تانية بقى خالص اللي هي الانيروبيك ميديا. انيروبيك ميديا يعني انا مش عاوز اكسجين يبقى موجود عشان البكتيريا تكبر، ففي كذا وسيلة اقدر امنع بيهم الاكسجين دول، واحدة منهم هي الروبرتسون دي. روبرتسون دي عبارة عن ايه؟ جاب البروس اللي هي الشوربة دي 7/10 ملي شوربة، وحط فيها 5 جرام كوكد ميت، لحمة متقطعة بارتكلز اهي مطبوخة كويس. الماده اللحمه دي جوه منها بيكون جوه منها ريديوسينج ايجنتس، الريديوسينج ايجنتس اللي هي العوامل المختزله اللي بتبقى مختزله تبدا تاخد الاكسجين، لو في ذره اكسجين موجوده تبدا تسحبها، تمام؟ فبالطريقه دي وفرت لي ايه؟ وفرت لي انيروبيك ميديا علشان الجروث بتاع البكتيريا.
ايه هي الريديوسنج ايجنتس اللي في اللحمه؟ اللي هي والجلوتاثيون، تمام. اسمها ايه؟ روبرتسون كوكد ميت. هيجيلنا بالشكل ده. الصوره دي عرفت اهو نوع الميديا ايه؟ انيروبيك ميديا. طيب الانيروبيك ميديا دي بقى ايه اللي بيساعدني ان انا اخلي دايما لو انا عايز اعمل ميديا ما فيهاش اكسجين؟ ايه الوسائل اللي ممكن استخدمها؟ طبعا تاني وسيله اللي هي روبرتسون دي، اللي هي ممكن استخدم الطريقه دي. تاني وسيله ممكن استخدم اللي هو الجاز باك، اللي هي رقم 2. رقم 3 اللي هو الجاز باك جور، ده هنشرحه بعدين، تمام. الجاز ده بيبقى فيه عامل محفز اللي هو رقم 4، البريدام كلورايد. طب امال ايه رقم 1 دي؟ رقم 1 دي بسرعه كده هي التيوب عادي بتاعت المعمل دي، بيحطوا فيها الاجار الماده الصلبه، فبحيث انه يبقى صعب الاكسجين انه يدخل جوه، يعني في العمق ده، تمام. مش هيتعمق لجوه كده، ما علينا منها. يعني نكمل الجار بقى عشان عليكم ليه صوره، اللي عليه صوره بنهتم بيه، تمام، لان هو ما اعتقدش هيجي غير الصور يعني. طيب دي شغلة الموضوع ده كله ايه؟ ان هو ما يخليش فيه اكسجين، ولو فيه اكسجين يتخلص لي منه، تمام، ويوفر لي غازات تانية غير الاكسجين. الغازات التانية غير الاكسجين ال H2 وال CO2 هيجولي منين؟ هيجولي من الانفلوب ده اللي هو الجاز باك انفلوب، تمام. طيب الاكسجين لو موجود هفعله، هخليه يمسك في الغازات دي ويكون لي مواد تانية، ما علينا منها، تمام. المادة ايه هي؟ ايه هي العامل المحفز ده؟ العامل المحفز اللي هو الباليدم. الباليدم اللي هو موجود في السهم اللي تحت. الصوره دي لو جابها لي ممكن يشاور لي بسهمين، يشاور على السهم اللي فوق ده هقول له ان ده الجاز باك انفلوب، لو شاور لي على السهم ده هقول ايه؟ هقول ان دي واين مش. واين مش يعني شبكه من المعدن اللي هو زي اللي فوق دي كده، زي الرسمه الصوره اللي انا حاطه لكم فوق، شبكه من المعدن شكلها كده، وجوه منها الباليدم كاتاليست، يعني جوه منها عامل محفز عشان يحفز ارتباط الاكسجين او كده بالايه، باي حاجه تانية، فتخلص منه بسرعه، ماشي. الجار ده جوه منه ايه؟ جوه منه انديكيتور برضو. الانديكيتور ده شغلته ان هو الانديكيتور ده الميثيلين بلو، صح؟ الميثيلين بلو هو الانديكيتور. هو في الطبيعه لونه كلرلس، ولكن بيتلون لو فيه اكسجين. طبعا هو مفيش اكسجين فمش هيتلون، فطول ما هو colorless يبقى الموضوع الجار شغال زي الفل. اول ما الاقيه لون اخاف بقى، تمام. طيب كده احنا خلصنا اول جزء، تمام. اول جزء ده اللي هو ايه؟ اللي هو اول جزئين كمان، خلصنا الجزء بتاع الصبغات ودخلنا على الجزء بتاع الميديات وخلصناه. الصور تتحفظ، نحفظ كل صورة تبع انهي ميديا، لو فيها indicator نحفظ الindicator، ولو ليها مثال للبكتيريا نحفظ المثال، ده اللي علينا حفظ، تمام. هو والالوان طبعا. طيب بعد كده ندخل بقى على البايوكيميكال رياكشنز اللي ممكن البكتيريا تعملها. اول حاجه عندي هي الشوجر فيرمنتيشن تيست. في بكتيريا بتقدر انها تكسر السكر تحلله كده، وفي بكتيريا لا. فانا بجيب انبوبه، الانبوبه دي بنحط فيها يعني هي بتبقى عباره عن ميه يعني باين اللي هو البيبتون او كده، وبنروح جايين حاطين فيها ايه؟ سكر، ماشي، وبنحط فيها انديكيتور. الانديكيتور ده كلرلس مش بيتلون، اللي هو الاندريدز، اللي هو الاندريدز انديكيتور، تمام، ده كلرلس في الطبيعي. لو حطيت بكتيريا ما كسرتش الجلوكوز اللي انا حطاه او السكر اللي انا حطاه يعني، فبتاع مش هيتلون لان مفيش اسيد طلع. اما لو في اسيد طلع بعد تكسير السكر فالانديكيتور هيتلون للون الاحمر. فعندنا في اول تيوب ده لو التيوب ده كان محطوط فيه بكتيريا، فالبكتيريا دي نون شوجر فيرمنتنج، ما كسرتش السكر. في التيوبين التانيين فيهم لون احمر، يبقى ده معناه ان البكتيريا اللي دخلت عملت فيرمنتيشن للسكر. ايه الفرق ما بين الاتنين دول؟ الفرق بينهم هي الفقاعه دي، تمام. الفقاعه دي ده معناه ان في غاز اتكون، تمام. ففي بكتيريات بقى تعمل غاز وفي بكتيريات ما تعملش غاز. فلو لون وما عملش غاز يبقى كون اسيد بدون الغاز، يبقى السالمونيلا ما تعملش غاز، السالمونيلا سليمه سالمه يعني، تمام، ما تعملش غازات خالص. اما الايكولاي هي اللي بتعمل غازات، يبقى بتعمل الاثنين يعملوا اسيدز، ولكن اللي تعمل بابلز من الغاز هي مين؟ الايكولاي. اما السالمونيلا سليمه سالمه ما تعملش حاجه، تمام كده. طيب التيوب دي اللي هي المقلوبه دي، وحط التيوب وقلبها جوه التيوب الكبيره، اسمها ايه؟ اسمها مش عارفه، ممكن اسالكوا عليها ولا ايه، بس اسمها درهام، تمام. درهام بتتكتب يعني زي ما بننطقها، درهامز تيوب، تمام.
نكمل. بعد كده عندنا الاندول تيست. الاندول تيست في بكتيريات تعمل لي اندول رينج، وفي بكتيريات ما تعرفش تعمل اندول رينج. انا بجيب البيبتون ووتر عادي، وبرده بحط فيها البكتيريا واشوف مين فيهم اطلع لي الاندول. الاندول فكرة تطليعه بتطلع ازاي؟ يعني لو انا حولت التريبتوفان اللي جوه البيبتون لاندول، كده يبقى الاندول اتكونت اهو، يبقى في بكتيريات تقدر تحول التريبتوفان لاندول. ماشي، عشان نتفق. في حاجة لو احنا بنيجي نقول في تقريبا 4 سلايدز او يعني 5، مش فاكرة يعني. لما اجي اقول زي الاندول، زي الاندول، يبقى رقم واحد، بصوا احفظ يعني زي سكيم كده. عندنا اول كلمة بنكتبها الايكولاي، تاني كلمة بنكتبها الكليبسيلا. اول كلمة نكتبها ايكولاي، تاني كلمة نكتبها الكليبسيلا. في الاندول الاولى بوزيتيف التانية نيجاتيف، يبقى مين البوزيتيف؟ الايكولاي. مين النيجاتيف؟ الكليبسيلا. لما اجي اقول بعد كده في تيست معين زي الاندول، يبقى اعمل ايه؟ انا كده كده بكتب الايكولاي والكليبسيلا، الايكولاي الاولى والكليبسيلا التانية. بس لو زي الاندول نعمل البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت، لو عكس الاندول نعمل النيجاتيف فوق والبوزيتيف تحت. واصله كده؟ هنا عندنا الاندول اهو، ده اللي انا بقارن بيه. يبقى الاندول اول حاجه هنكتب ايكولاي وكليبسيلا. الاندول يبقى بوزيتيف فوق نيجاتيف تحت. بالعقل الاندول هيبقى لونها يعني هو هيبقى لون ملون الحمراء، تمام. يبقى المحمره دي اللي هي البينك دي تبقى الايه؟ البوزيتيف، والصفرة تبقى الايه؟ النيجاتيف. هنا عندنا في الايه والبي، الايه بوزيتيف، البي نيجاتيف، البي كليبسيلا، والايه ايكولاي. ايكولاي، تمام كده. كمل. طيب تاني تيست عندنا هو الميثايل ريد تيست. الميثايل ريد تيست ده برضو جبنا الميه دي، دي عباره عن جلوكوز فوسفيت بيبتون محطوط فيها سكر يعني، تمام. فيها انديكيتور، الانديكيتور اللي فيها هو الميثايل ريد، تمام. هو اساسا التيست اسمه ميثايل ريد تيست، فالانديكيتور بتاعه الميثايل ريد. ماشي، التيست ده بعد الاندول اهو، الميثايل ريد تيست بالميثايل ريد انديكيتور ده بعد الاندول، فهو زي الاندول. فانا بكتب الاولى ايكولاي والتانية كليبسيلا، بنحط البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت، تمام كده. مين النيجاتيف ومين البوزيتيف؟ النيجاتيف هي الصفرة، اما الحمراء الاحمر حلو، يبقى ده البوزيتيف، تمام. كمل. طبعا هنا انا قلت فيها جلوكوز عشان لما يحصل فيرمنتيشن الجلوكوز هيتكون اسيد، والاسيد هو اللي هيغير لون الميثايل ريد. كلام بقى مفهوم يعني. تالت حاجه عكس الاندول، تمام. يبقى من قبل ما نكمل كلام اصلا هنكتب اول حاجه ايه؟ هنروح كاتبين فوق الايكولاي، تحت نكتب الكليبسيلا. عكس الاندول يبقى نكتب النيجاتيف فوق، يبقى نيجاتيف ايكولاي، اما لو بوزيتيف يبقى دي الكليبسيلا، تمام الكلام. طيب نفس الفكره برضو، الجلوكوز فوسفات بيبتون نفس الميه اللي هناك، بيحصل برضو فيرمنتيشن للجلوكوز وبيتحول لماده اسمها اسيتايل ميثايل كاربينول. اسيتايل ميثايل كاربينول. التيست عندي اسمه ايه؟ اسمه فوجز برو، ما علينا من الاسم عشان طه، فهو في بي، تمام. في بي تيست. الفي بي تيست عكس الاندول، تمام. نكمل. طيب في بعد كده الستريت يوتيلايزيشن تيست. يوتيلايزيشن يعني الستريت هنا بيستهلك، تمام. بيستهلك ليه؟ البكتيريا بتستهلكه عشان تاخد منه الكربون والانرجي، تمام. طبعا احنا هناك زي ما قلت لكم في بتاعه التي سي بي اس قلت لكم فيها ستريت، فلما نيجي نلاقي ستريت اروح حاطه الانديكيتور على طول مين؟ البروموسايمول بلو، تمام. طيب طيب بعد كده عندنا طبعا الفكرة هنا هو عكس الاندول برضو، يبقى اول اتنين زي هما الاندول واللي شبهه، والاتنين اللي بعدهم عكس الاندول. ماشي، العكس الاندول اللي هو مين؟ الفي بي اللي ما اعرفش انطقه، والستريت. ماشي، فبنكتب الاولى ايكولاي التانية كليبسيلا. مين البوزيتيف ومين النيجاتيف؟ النيجاتيف تبقى فوق والبوزيتيف تبقى تحت، تمام. طيب بالنسبة للون، اللون هنا الازرق هو البوزيتيف، تمام. البلو بلو بوزيتيف، بي 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 بي. والخضرة بقى هي النيجاتيف عادي. ليه؟ لان اساسا الستريت لونه اخضر، مع زي هناك كان البايل والستريت هما اللي مخليين لون التي سي بي اس اخضر، هنا الستريت لونه اخضر، فلو فضلت خضرة يبقى الستريت ما حصلهوش حاجه، اما لو اتغير يبقى دي بوزيتيف يبقى لونه ازرق، تمام. طيب بعد كده اليورييز. اليورييز عكس الاندول، يبقى في ثلاثة عكس الاندول، تمام. عكس الاندول في ايه بقى؟ في الايكولاي بس، ماشي. اما التانية مش بنحط كليبسيلا، بنحط بروتياس بدل الكليبسيلا، تمام.
طيب الفكرة في ايه؟ الفكرة عندنا هنا ان انا عندي هو يوريس تيست صح؟ انا عندي بحط يوريا واروح جاي حاطة البكتيريا في اليوريا. طبعا البكتيريا، في بكتيريات بتطلع يورييز انزيم، يعني بيكسر اليوريا ويحولها لأمونيا. الأمونيا اللي هي النشادر صح، دي الكالاين مش اسيدك، طبعا الكالاين ماشي. الانديكيتور اللي انا بحطه هو الفينول ريد، الفينول ريد ده الايه الانديكيتور بتاعي. لو اللون عندي طبعا عندي برضو لون اصفر ولون احمر، بطبيعي مين البوزيتيف؟ هو المحمره دي البوزيتيف البينك، اما الصفره دي النيجاتيف. لو هي لو هي ايه لو هي بنحط طبعا الايكولاي في الاول وبنروح حاطين تحت الكليبسيلا، ولكن في اليوريز مش بنحط كليبسيلا، يوريا يوريا، يبقى نحط بروتا، يوريا وبروتا. اما الكليبسيلا لا ماشي، اليوريا دي حاجه مش حلوه يعني، فغيرنا الكليبسيلا. يبقى بنحط برضو ايه الايكولاي فوق وتحت نحط البروتياس، بما انها عكس الاندول يبقى نحط النيجاتيف فوق والبوزيتيف تحت، اما لو زي الاندول كنا هنحط البوزيتيف فوق. تمام تمام ولا ايه الفكرة؟ بنعمل ايه؟ نحفظ الصورة، نحفظ المثال، نحفظ الانديكيتور. تمام. بعد كده الهيدروجين سلفايد برودكشن تيست، اللي نلاقي فيها اسود يبقى فيها هيدروجين سلفايد هيتكون. الهيدروجين سلفايد ده غاز طبعا اللي هو ال H2S، H2S اه. الفكرة في ايه؟ في بكتيريات بتطلع ال H2S تمام كده، بتطلعها منين؟ هي مثلا هي لو هتطلع الهيدروجين فتقوم تاخد الاس اللي هو السلفر ده اللي هو الكبريت يعني من الامينو اسيدز اللي موجوده في المد، يعني في الماده اللي انا حطاها اللي هي الميديا يعني. تمام. فانا حاطه ميديا فيها امينو اسيدز زي السيستاين، السيستاين ده امينو اسيد من ضمن التركيب بتاعه الكبريت، فالبكتيريا بتروح جايه مستخلصه الكبريت ده وتركب تعمل H2S. انا بقى حاطه لها حاطه ايه؟ حاطه اللي هو فيريل كلورايد، يعني كلوريد الحديد. كلوريد الحديد ده بيعمل ايه؟ يقوم ال H2S اللي هيطلع يروح جاي يمسك في الكلوريد الحديد فيتفاعله يعني، ويطلع لي في الاخر الفيريك سلفايد اللي هو كبريتات الحديد اللي هي لونها اسود. فلا هلاقي لونها اسود كده يبقى دي طلعت لي هيدروجين سلفايد بدليل كبريتات الحديد اللي طلعت، واللي مش هتطلع لي لون اسود يبقى دي نيجاتيف، يبقى السودا بوزيتيف واللي مش سودا نيجاتيف. الاتنين بنحط ايه بقى؟ فالسودا، شوف السواد، السواد خلى الايكولاي تتكتب تحت، السواد خلى الايكولاي تتكتب تحت. طبعا احنا خلصنا الاندول وكل الحاجات دي، بس عشان لو دماغكم مترتبه ان بكتب الايكولاي الاول، لا هنا البوزيتيف هي البروتا، شوف البروتا سواد وحشه يعني، فاتقلت في اليوريز بروتا واتقلت في السواد بروتا. تمام. بروتياس ومعاها سالمونيلا طايفي، سالمونيلا ايه؟ طايفي، طيف كده، سالمونيلا طايف، طيف من السواد. اما النيجاتيف فهي تكون الايكولاي. تمام كده الايكولاي هنا اتنزلت وبقت نيجاتيف يعني بقت تحت يعني ايكولاي، ومعاها سالمونيلا بارا ايه، سالمونيلا بارا ايه. تمام. انا خايفه اكون بلخبطكم بالتسكيمات دي بس يا رب تكون مفيده يعني. يبقى البروتا معاها الطيف، اما الايكولاي معاها البارا ايه، الاتنين سالمونيلا ماشي. طيب بعد كده في عندنا اللي هو بقى ايه التريبل شوجر ايرن اجار، التي اس اي ده هيجيلنا الشكل الصوره دي كده. تمام. ممكن يشاور على انبوبه ونقول اسمها مثلا او اسم الحاجه اللي فيها ايه وكده يعني. تمام. طبعا انا عرفت اسم التيست، كل انبوبه بيبقى فيها ايه، فيها 3 سكر تمام، وفيها فيروس سلفيت وفيها الفينول ريد. الثلاثه سكر دول الجلوكوز والسكروز واللاكتوز. بالنسبه للفيروس سلفيت ليه؟ الفيروس سلفيت انا جايباه علشان ال H2S اللي هيطلع من البكتيريا يتحد معاه فيدي له لون اسود، يبقى البكتيريات اللي هتطلع لي لون اسود هعرف انها طلعت H2S. تمام. حاطه الانديكيتور بتاعي اللي هو الفينول ريد، الفينول ريد ده بيتحول للون الاصفر في الاسيديك ميديا. طب ليه؟ علشان الاسيديك ميديا دي هتحصل لو حصل فيرمنتيشن للسكر، يبقى كل حاجه مترتبه على التانية. يبقى انا حطيت السكر عشان يحصل له فيرمنتيشن، عشان لو حصل له فيرمنتيشن يعمل لي اسيد ميديا، فالفينول ريد يتحول للاصفر، البكتيريا تطلع لي H2S، لو طلعت H2S اللي يحصل يتحد مع اللي هو الحديد يعني، فيطلع لي اللي هو الفيروس سلفيت ده اللي هو لونه اسود. تمام كده. طيب هي دي الصوره اللي عليكم بس، بس طبعا يعني التفاصيل بقى اللي عليها انا هقولها لكم، مش عارفه هي عليكم حفظ ولا لا، بس يعني اعتقد اكيد ممكن تسالك يعني، ممكن تتشاور على اي تيوب وتقول دي انهي بكتيريا، دي انهي بكتيريا. تمام.
بس هي مش موجودة في الكتاب. أول حاجة الأنبوبة اللي لوحدها دي يونين نيوكليتد، لسه ملحطش عليها حاجة، يونين نيوكليتد تمام. طيب بعد كده الأربع أنابيب دول بقى، بصوا في طبعا، بصوا ثواني، الأنابيب متقسمة كده صح، في جزء فوق وفي جزء تحت، جزء فوق وجزء تحت. الجزء اللي فوق ده اسمه سلانت، سلانت. الجزء اللي تحت ده اسمه بط، يبقى سلانت فوق وبط تحت تمام. اللي هنلاقيها الصفرة كلها، أو اللي هنلاقيه زي الأخيرة دي، أو اللي هنلاقيها حمرة كلها زي الأولى دي، أو اللي هنلاقيها نص ونص زي اللي قبل الصفرة، أو اللي هنلاقي فيها أسود تمام. طيب إيه بقى اللي هنلاقيه لو هي بشاور أهو، اللي هي العادية دي اللي هي اليوني نيوكليتي دي اللي في الأول لوحدها. لو جه شاور على اللي هي الحمرة كلها اللي هي أول واحدة دي، أنهي واحدة دي؟ الزودو، زودو مونس. كلمة زودو يعني كذاب، فاحنا ممكن نعتبرها كأنها، عارفين البنت لما تحط حاجات حمراء في وشها، فهي مش كده، هي شكلها مش كده، فهي كذابة يعني. فيبقى الزودو مونس هي الأولى الحمراء دي. ننقل على التالتة، التالتة اللي هي أحمر فاصفر. طبعا الأحمر فاصفر دي اللي فوق ده اللي عمل الأحمر ده اللي خلى الجلوكوز، فدي السلمونيلا والشيجيلا. يبقى اللونين سلمونيلا وشيجيلا، سلمونيلا وشيجيلا. طبعا في اتنين حبايبنا تانيين اللي هم الايكولاي والكليبسيلا، فدول هياخدوا الصفرة. يبقى الايكولاي والكليبسيلا ياخدوا الاصفر، الاحمر والاصفر سالمونيلا وشيجيلا، الحمرة كلها تبقى الكدابة الزودومونس. اما بقى اللي هي اللي فيها اسود دي فيها دي اللي هي البروتس تمام كده، البروتيس، البروتس ايه، البروتيس تمام. بص الصورة دي، الصورة دي فيها الكلام اللي انا قلته يعني ماشي. فعشان لو عايزين، هي دي مش عليكم، دي من على النت، فلو عايزين تقروها يعني كده فبراحتكم. نقلب بقى احنا، نقلب احنا في بقى عندنا دول اخر صورتين. طبعا التيست ده مش مكتوب يعني، هو ده كذا تيست في بعض معمولين، ده بايو كيميكال رياكشن يعني عشان نعرف منه البكتيريا. معلكوش غير الصورتين دول ماشي. فالصورتين دول ايكولاي وكليبسيلا. الايكولاي والكليبسيلا بنفرق ما بينهم بايه؟ بالستريت اللي هي تالت واحده من ورا، الستريت تلات واحدة من ورا. في الستريت يعني لو بوزيتيف تبقى خضرة صح، لو نيجاتيف اللي هي الزرقاء. والستريت ده كان انهي تيست من اللي احنا قلناهم؟ كان تاني تيست، تاني تيست بعد الاندول، فهو كان زي الاندول. فبنكتب الايكولاي في الاول والكليبسيلا في الاخر صح. كانت الايكولاي بوزيتيف زي الاندول تبقى بوزيتيف، يبقى اللي هنلاقي فيها، سوري سوري سوري، الستريت كان بعدهم صح يعني، كان ما كانش زيه. بصوا سوري يا شباب والله، ده الاندول اللي بعد الاندول كان الميثايل جد، اما الستريت كان في الاخر اهو عكس الاندول صح. يبقى الستريت عكس الاندول، يبقى اللي هنلاقيها خضرة نيجاتيف تمام، يبقى دي الايكولاي. اللي هنلاقيها بوزيتيف اللي هي زرقاء، يبقى دي الكليبسيلا تمام. طيب الصورة دي معلهاش اي حاجة، احفظوا بس اسمها، اسمها commercial kit system اللي هو ال API system. لو مش عارفين تحفظوا الكلام اكتبوا API system عادي. دي بتبقى اللي هي التيوبس دي يعني، هي مش تيوبس ايه، مش عارفة اسمها ايه، بس هي القطعة دي بيبقى فيها فتحة كده بيحطوا فيها البكتيريا بتتفاعل بشكل معين. ما علينا منه يعني، مش عليكم اي تفاصيل غير ان انتوا تعرفوا اسمه بس وخلاص تمام كده. طيب دي اخر حاجه معلش، اخر حاجه وهي الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست. في عندنا اتنين تيست، في واحد اللي هو الديسك تيست اللي هو الاخضر ده، ديسك بنحط بنحط اللي هو الانتي بايوتيك قرص راس كده ديسك. اما التاني ده الاي تيست بنحط شريط، شريط من الانتي بايوتيك يعني، ورقه كده زي ما يكون غرقناها في محلول انتي بايوتيك وحطيناها على الميديا بتاعه البكتيريا عشان اشوف حساسيه البكتيريا للانتيبيوتيك ده. هل الانتيبيوتيك قادر انه يقضي عليها ولا لا، ولا البتاع دي مقاومه ليه. مثلا عندنا في الاخضر اللي هو الديسك ديفيوجن ده، الديسك ديفيوجن انا حاطه لو تلاحظوا في دايره كده كبيره حوالين القرص اللي فوق ده اهي، في هنا دايره صغيره، في هنا مفيش خالص، هنا مفيش، هنا مفيش، هنا مفيش صح. كتير دي معناها ان الانتيبيوتيك كل البكتيريا اللي هنا كلها، فمفيش بكتيريا قادره تقرب منه. يبقى البكتيريا لو جه شاور لي بسهم كده هقول ايه؟ هقول ده الديسك ديفيوجن عشان اختبر الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي بتاعت البكتيريا تمام. ان شاور لي هنا كده هروح جايه قال ان دي انهي واحده يعني نوع البكتيريا
نسبة يعني احساس البكتيريا ناحية الانتيبيوتيك هنا ايه؟ ناحية الانتيبيوتيك ده ايه؟ ان هي سنسيتيفلي حساسة ناحيته. طب لو هنا لو قليلة نقول انها ريزيستنت ليه، لو هنا ريزيستنت، لو هنا ريزيستنت، وهكذا. في الشرايط نفس الحوار برضو، بس الشرايط اسمها اي تيست. لو انا حاطة يعني الدايرة اللي هنا كبيرة يبقى هي سنسيتيفلي، هنا سنسيتيفلي، اما هنا هتكون ريزيستنت يعني مقاومة شوية لانها قليلة. وهنا برضو هنا بصوا قد ايه، يبقى هنا حساسة ليه، سنسيتيفلي. تمام كده، دي الصور. ثانك يو، يا رب ما كنتش عطلتكم عن حاجة او ضيعت وقتكم يعني. عاوزاكم بس ادعوا لي وانا هدعي لكم، وادعوا لنفسكم، ربنا معاكم. الموضوع سهل جدا، راجعوا بس الصور كتير، ولو في اي سؤال برضو زي العادة اكتبوا في الكومنتس او ابعتوا لاي حد واحنا هنرد عليكم ان شاء الله. شكرا.